الحمد لله على سلامتك سيد نامق. الله يسلمك بنتي. كيفك؟ ماشي حالي. يا تاري اللي أوسطك شي؟ معافى سيد نامق، رح أخذ إفادتك إذا أنت منيح. تفضل، ما في مشكلة. تسمحوا لنا شوي؟ فرهاد، فرهاد، إيه سيد نامق؟ يا تار أصلان؟ إيه أنا. أنت متهمة بمحاولة قتل الأستاذ نامق أمير خان. ألو يا تار، أنت منيحة؟ مين معي؟ شخص بيعرفك من زمان كتير، مبارح خوفتينا عليكي. ليش عملتي هالشي المجنون؟ قلت لك مين معي؟ كل شي راح يكون هلأ تمام. لا تخافي، إياكي إياكي تعملي أي شي بلا تفكير. وهي هاي مشاني أنا. وقفي، لا تخافي يا تار، رح يمرق كل شي، رح يمرق. ألو أصلي، كيف صار نامق؟ منيح، لا تخافي أنتي. حكى شي عني؟ حكى لهم شي؟ لا ما حكى، بحكي معك بعدين. معافى مرة تانية. ليكي في كافيه قريب من هون، شو رأيك نروح عليه؟ بلكي بتغيري جو شوي. ماشي ماشي بيكون أحسن، كانت ليلة كتير صعبة علي. حسب ما فهمت طلع بابا بيعرف هي العيلة كتير منيح، وعلى الأغلب أنك ما بتعرفي زيادة عن هالعيلة. أنا بعرف كتير وما بعرف بنفس الوقت، وكل ما بسأل بابا بيقول لي قصة طويلة، وإذا ما كان حابب يشرح لي شي لازم أسكت وأفهم لحالي. صح، والشي الغريب بالموضوع أنه كتير مهتم بالست يتار. يا ترى من إمتى هو بيعرفها؟ شو قصة اليتار؟ انسي هلأ، انسي. الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. كيف صار نامق؟ فينا نشوفه ولا لسه؟ ايه فيكن تشوفوا بآخر الممر على ايدك اليمين. طيب ماشي. كيف صرت فرهاد؟ منيح منيح، يلا روحي شوفي. يلا. مبارح نحن طلعنا بكير من العرس لأنه تأخر الوقت علينا، اليوم اللي عرفنا بالموضوع ما عليه شك. ايه والله هيك صار. امشي. الو
وينك بابا أزاد؟ بالبيت يا ابني، تعال كنت راح أتصل فيك. ماشي جايك. إيهان، فرهاد جاي وعصلي؟ وهي جاي. بس خلونا نحكي رجال لرجال. بابا شو اللي عم نعمله؟ بالأول عم نبني ثقة بيناتنا، هي الأهم، ومنشوف بعدين. الموضوع متعلق بالست يتار، ما هيك؟ إمتى رح تخبروه بالقصة؟ لسه بكير، لازم لاقي محامي أول. فهمت عليك. جلسوم جلسوم، قومي، يلا قومي. خليني نام بس شوي يا أمي. هذا مو وقت النوم، يلا قومي رح نروح. لوين بدنا نروح؟ ما فهمت عليكي. ما بقى فينا نضل بهالبيت، مالنا وش بقى، وطينا راس أخوكي بهالقصة، وما فينا نضل نسمع الإهانات من هاندان كل شوي. يلا قومي. بطلع من هذا البيت بشرط واحد. أوف، لسه بدك تتشرطي جولسوم؟ منروح لعند أخي يجيت. أمي جولسوم؟ أخوك يجيت ما بيتطلع بوشنا، كيف بدي روح على بيته؟ بلكي تطلع، ما بعرف، يمكن يرضى. بيضل أخي يا أمي. استغفر الله بابا. الظاهر خالك زودها مع حدا بشكل كبير، هيك عم يقول. شو يعني هاد؟ يعني حضرتك ما عم تصدق؟ في شغلات علقانة ببالي بابا أزاد، بس دوما في عنا حل وسط ما بيقبل الشك ولا الشبهات. الشك بنحصر بالأدلة يلي عنا والرفقة يلي حوالينا. انت بتحط ببالك شيء معين وبصير تحسبه انه صار دليل بعقلك موثوق، هذا بيخليك تغلط. بدك تنتبه كتير من هالشي. نحن رايحين. مبروك. برافو، انت هيك اخذتي القرار الصح. مع الف سلامه. وين رايحين؟ لا تجنوا، انتوا ما بيصير تعملوا هذا الشيء. هذا الانسب للكل عبده. خلينا نروح، بلكي غيرنا بياخد راحته. خالتي استني، جولسوم، انت اللي بديتي بهي المشكله، وانت اللي رح تحليها. امي لا، ما رح حلها، هيك احسن لكل اللي عايشين هون. خالتي جلسوم، خالتي فهميني وين رايحين. خلص انا بحكي مع امي وفهم فرهاد كمان. عبدو، ما عنا حل تاني، خلص. شوف، صرنا منحوسين مثل المصيبة على رأس الكل، مو شايف كل المشاكل اللي عم تصير بالبيت؟ همكن صار كبير. لا تروحي، بترجاكي خالتي. جلسوم احكي، قولي أي شي، فهميها أنك محابة تروحي، فهميها. طيب وكامل شو رح يصير فيه؟ منلاقي شي حل، بس أنا ما بقى فيني اتحمل أبدا عبده. طيب لوين بتكن تروحوا؟ لعند أخي يجيت.